I have no idea what is that. ممكن يكون عشان فلسطين، لأن فلسطين هنا أغلبيتها الناس برضه بتحارب علشان تدين مظاهرة عشان فلسطين. كل العساكر بيحموا المظاهرة هنا زي ما انتم شايفين. How long you been on the streets? 9 years. 9 years. What's the main issue caused that problem? أنا بسأله بقالك كم سنة في الشارع هنا؟ قال لي تقول لي 9 سنين عايش في الشارع. تخيلوا 9 سنين. بحاول ان انا اعمل اركن العربيه هنا في المدرسه، والمدرسه دي مشكله اللي هي المكنه بتاعه الباركن مش شغاله، فهضطر ان انا اعملها اونلاين. بس انا لقيت تيكت حد كان دافع للعربيه بتاعته تقريبا مشي بدري 3 ساعات. يلا بينا. المكان اللي ورايا ده السوبر ماركت شعبي، اغلبيه الناس اللي شغاله حوالين المكان ده بيجوا هنا مثلا يتغدوا الكلام ده زي ما انتم شايفين ورايا في الفريم هنا. فاغلبيتهم بيجوا هنا مثلا يخشوا يقعدوا اللي هم مثلا غدا، زي نظام عندنا كده في ايام الغدا بنروح ناكل فول وفلافل هنا في الشارع اللي ورايا ده. فول وفلافل هنا بقى عندهم مثلا سوسج بس كله لحم خنزير بورك والكلام ده. خدكم هناك فوق السوسج الكلام ده. غير كده اللي هم ما بيعملوش في اكل شعبي، الاكل الشعبي اللي عندهم يبقى مثلا سمك، عندهم بطاطس، هو ده الاكل الشعبي هنا، هو ده الحي الشعبي اللي انا قلت لكم عليه اسمه حي نوريتش. وهنا بيجوا مثلا زي ما قلت لكم بيجوا يفطروا بيجوا يتغدوا الكلام ده. فتلاقي كل المحلات هنا محلات شعبي اللي هي اغلبيتها مطاعم اللي هي على قدها يعني. عارفين انتوا شوبرا كده والكلام ده، عارفين انتوا منشيه في اسكندريه والكلام ده، هي اغلبيتها هنا. تلاقي مفارش فاكهه زي اللي ورايا دي، زي اللي ورايا دي. فتلاقي حاجات هنا شعبي كتير عامه يعني. تخش بقى في الغويط بتاع نوريتش تلاقي كل الاماكن اللي هي اكترها اماكن اكسبنسيف شويه يعني. على سبيل المثال لو احنا دخلنا هنا دلوقتي في الاماكن اللي هي غاليه شويه يعني، كل الاماكن اللي انا ماشي فيها دي في الشارع ده، شارع متغطي كمان، كلها حاجات بوش. رجعنا لورا هتلاقي كل الشعبيات هنا في نورتش. انا ممكن اخدكم في جوله هناك في الشعبيات بس مش عارف انتوا هتحبوها ولا لا. شيء البطاريه هتخلص، بس كورونا فيروس قضى على شغل وقضى على بيزنس كتير هنا في انجلترا. من اغلبيه البيزنس هنا كلها بيزنس قفلت، فتلاقي العمليه كلها خلاص يعني. الناس مش قادره يعني، الشركات كبيره زي مثلا ديبنمس دي قفلت، دي شركه ملابس. الشركات زي ام ان اس دي كانت هتقفل بس طبعا في مستثمرين اشتروا الشركه الكلام ده. بس هي دي بريطانيا بعد لما بداوا اللي هم يبداوا اللي هم يعملوا كفر فروم كورونا فيروس بانديميك. وده اسمه الهاي ستريت او الشارع الرئيسي هنا في انجلترا. فده الشارع الرئيسي هنا في انجلترا، وهنا عباره عن محلات صغيره زي ما قلت لكم يعني، كلها محلات مجوهرات، محلات ملابس، محلات تراك سوتس والستاف ده. خش بقى على اللي انا داخل عليه ده اسمه كاسل مول. ده بيبقى عباره عن مول كبير، جوه المول ده محلات برضو كبيره ومحلات صغيره يعني. في عندك ده وفي عندك ده. لو طلعنا على الشارع الرئيسي اللي انا جاي منه دي كلها زي ما قلت لكم محلات صغيره. فالحلال اللي انا بحل عنده لو انتوا فاكرين المحل دوت، ده بيبقى محل بيبقى جاي اللي هو بيبقى عباره عن حلاقين. بس عشان تيجي هنا تحلق في بريطانيا لازم تحجز، وانا ما بحبش الموضوع الحجز ده اصلا. ف هنا انجلترا مش واخدين على نظام الفلوجز، فعشان تعمل فلوجز وعشان تتكلم قدام الكاميرا فاكترهم بيفكرين هو بيتكلم عليه او بيقول ايه. بس انا كنت الاول لما كنت بشيل الكاميرا وماشي في الشارع كنت مكسوف شويه، ما عنديش ليا الجرأه اللي انا اشيل الكاميرا
وامشي في الشارع واتكلم والحاجات دي، بس دلوقتي بقى عادي ولا يشغل عني فكره. شايفين الطوابير؟ ده طابور اللي هو عشان يخشوا على برايمارك. الطابور ده عشان برايمارك، فكل الطابور اللي ورايا دوت عشان بس يخشوا عشان يشتروا الحاجات اللي هي الرخيصه والكلام ده. لو لان المحل ده محل رخيص شويه مقارنه بالمحلات اللي انا وريتهالكم في اللي انا وريتهالكم ورايا. هنا برضو في محلات صغيرة، يعني ناس اللي فاتحين محلات موبايلات، فتلاقي هنا محل موبايل، في محلات برجر ريال صغيرة. مش لازم يكون ده محل فايف جايز، لو انت جيت عايز تاكل اكلة محترمة شوية اللي هي فايف جايز اللي هي برجر وفيها شيبس جوه وفيها بطاطس والكلام ده، انا المحل ده ارشحه لك بعشرة على عشرة. الشركة اللي انا داخل عليها دي دلوقتي بقى اسمها شركة ديبنمز. ديبنمز دي شركة ملابس، بس للأسف الشديد قفلت عشان طبعا زي ما قلت لكم اغلبيه البيزنس هنا والشركات العملاقه هي دي اللي في الفريم ده. الشركه دي قفلت عشان مش قادرين ان هم يواكبوا العصر، ومش قادرين ان هم يصرفوا اكثر الفلوس اللي هم زي الشركات الثانيه كانت بتعمل. فللاسف الشديد شركه ديبنمز دي قفلت، بس اشتراها موقع اسمه بوهو. الموقع ده هو اللي بيدير الشركة دلوقتي، فالحمد لله يعني في على الأقل حد اشتراها وكده. النهاردة السبت، أغلبية الناس في هنا في إنجلترا أجازة. أنا مش عشان شغال في الحتة اللي أنا الريتال والكلام ده، فما تلاقيش اللي أنا على طول أجازة في يوم السبت، بس النهاردة عشان أنا قررت أعمل لكم فلوج في يوم السبت، فقلت اللي أنا هخلي اللي أنا أطلع برا و اصوركوا الشوارع واصوركوا الحياه، خصوصا ان انجلترا فتحت دلوقتي. لو قررت ان انا اروح لندن واصوركوا لندن هناك، فتلاقي الموضوع هيبقى غريب شويه، لان لندن مختلفه شويه عن المدينه اللي انا عايش فيها دي. لان المدينه اللي انا عايش فيها دي برضو زي نظام اسكندريه كده، يعني القاهره تيجي الاول وبعد كده نورش دي تيجي تاني او ثالث او رابع. فهي دي انجلترا بعد كورونا فيروس، فالعملية حلوة يعني. بس موضوع النهاردة عن اليوتيوب أو حلقة النهاردة، أنا كنت بتكلم على إن أنا ما بحبش الشتاء، ما بحبش، أنا بحب الشتاء كل حاجة، بس في الصيف يعني في السيزن بتاعه. يعني مش لازم اللي أنا ألبس صيف وأطلع النهاردة ألاقي نفسي العملية خلاص بقت سوري النهاردة خلاص بقت صيفي. ده محل اسمه ام اس اللي في الفيلم ورايا دوا. ده المحل ده بيبيع تراك سوت، نو تراك سوت، سوتس ده نظام رجالي وحريمي والكلام ده. والمحل ده كان على فكره كان هيتقفل، دي مش محل، ده شركه بس ليها فروع في كل مكان، كان هيتقفل بس عشان عندهم فند، عندهم فلوس، اضطروا ان هم يعني يعملوا سفايف. بس ده من المحلات اللي كانت هتقفل. بس انا صعبان عليا في موضوع الافلام ده، اللي هو ده محل ميك اب والكلام ده اسمه سوبر دراجز، اللي بيبيع حاجات رخيصه يعني مش غاليه قوي يعني والكلام ده. سانسبريز نيولوك، المحل اللي هو هناك ده محل اكل لو انتوا شايفينه في الفريم ورايا، اللي هو ده اسمه سانسبريز. ده محل اكل برضه شركه عملاقه هنا بتبيع اكل والكلام ده. في محلات كتير يعني، بس انا مش فاكر اني واحد فيهم بالظبط اللي انا اتكلم عليه على سبيل الخصوصيه. بس هي اغلبيتها هنا محلات لبس في اللي هو الهاي ستريت، محلات اكل عشان الناس برضه عايزه تاكل والكلام ده. ف ده هو بريطانيا بعد الحظر يا جدعان. الجو بدا يشتي بطريقه بشعه يعني. والكاميرا اللي انا شايلها دي انا مش عارف اللي هي ووتر بروف ولا مش ووتر بروف، يعني هي وظروفها بقى، يعني لو باظت هي وظروفها، مش هدور. هنا الباصات اغلبيتها للناس اللي هي
عندها مثلا او ناس كبيره الناس اللي ما بتسوقش فده باص عشان تركب باص هنا ممكن يكلفك اكتر من العربيه لان الا لو انت مثلا عندك اشتراك والكلام ده لو انت عندك عربيه برضه بتصرف فلوس كتير لان العربيه هنا بتكلفك بحوالي يعني بتشتري العربيه ورخصه وبعد كده تامين العربيه اللي هي الانشورنس وحاجات كتير هنا بس تركب يعني تركب الاشتراك والكلام ده غير كده ما تلاقيش. Thank you very much, sir. I can't tell. So, you really enjoyed the British summer, my man. Sorry. How long you been here, bud? A week. Enjoying it? Yeah. It'll be better from the sunshine, yeah, man. Yeah, I know. How are you doing? Not too bad. You okay with the camera? Yeah, I'm okay with the camera. Yeah. Man. So how do you survive in this kind of condition? Hard work, believe me. Food what I hate is what the public buy me and food what I raise. I never ask for anything, I never ask the public for nothing, never have, never will. Mm. And I always say, if you ask the public for money, it puts them in a awkward situation. You know what I mean? I need to translate that. Say if you were walking past and I asked you for spare change. Yeah. You know what I mean? I put you on the spot, you know yeah. what I mean? Yeah. And it can make you embarrassed if you ain't got anything. And it can make me embarrassed behind sunk into depression. I lost my job. Here is cold up. So they chuck me out onto the street. محتاج بطارية تانية للكاميرا بس مش لاقي أي بطاريات خالص البطارية فصلت والصوت سوري مش الصوت مش وكان في كنت بعمل انترفيو مع واحد كمان هناك بس للأسف الشديد مفيش بطاريات في أي مكان رحت جون لويس لو أنت شايفينه ورايا ما عندهمش بطاريات للكاميرا اللي أنا شغال بيها دخلت عند محل صغنطوط كده برضه ما عندهمش بطاريات للاسف بس شايفين الراجل اللي هو الهومليس اللي انا او عايش في الشارع اللي انا عملت معاه انترفيو ده للاسف الشديد تلاقي ناس كتير هنا في بريطانيا بنفس الموضوع ده مفيش اللي انت تعمل او يعني تحارب عشانهم لان انت مش ابن البلد فصعب بالنسبه لك اللي انت تعمل حاجات زي كده لان انت مش ابن البلد فدي هي المشكلة هنا في بريطانيا الهومليس بيبل أو ناس في كل مكان هنا الشارع اللي ماشي فيه ده شارع في قمة الجمال شكله حلو عجبني السنة اللي فاتت عملت فيديو في المطعم اللي أنا داخل عليه ده المطعم ده أكلنا فيه ستيك السنة اللي فاتت كنت جيت أنا وساندرا عملنا حفلة زغنطوطة كده هنا وكانت بنحتفل بعيد ميلاد حد كمان معنا فالحمد لله يعني قدرنا ان احنا نلاقي المحل ده دخلت له عشان الاقي بطاريه للكاميرا ما لقيتش في صوت انا داخل عليه دلوقتي انا مش عارف ايه ده شايفين دي تقريبا مظاهرات عشان فلسطين freedom to protest بيعملوا freedom to protest بس هنا احلى حاجه الحريه يعني اغلبيه الناس هنا عايشين على نظام حريه مفيش اللي انت تسكت واحد ما يقولش رايه
ما يقولش هو عايز ايه، ما يقولش هو ممكن يعمل ايه والكلام ده. فهنا الناس كلها بتقدر تقول رأيها، هنا الناس ممكن تعبر عن رأيها، مفيش حد اللي هو مثلا يسكتك عن رأيك. ودي هي احلى حاجة عجباني في الديمقراطية البريطانية. الديمقراطية البريطانية هنا احلى حاجة عجباني فيها. كنت اندهز بالعربية، انا كنت بفكر المظاهرات دي عشان فلسطين، ما طلعتش فلسطين، طلعت حاجة طلعت عشان عايزين يبقوا عندهم حرية اكتر في التعبير عن الرأي. بس الناس دي عايشة في ما اقولكوش، الناس دي عايشة في كوكب تاني. ما علينا، هروح النهاردة هشتري بطارية للكاميرا عشان وانا طالع برا ابقى عامل حسابي اللي انا اقدر اصور اكبر قدر من الامكان فلوجز. ده كازينو بيلعبوا فيه قمار. بس الحمد لله يعني كان يوم حلو، يعني مع انه كان بيشتي طول النهار وكنت انا خايف على الكاميرا قوي، يعني كنت خايف الكاميرا تبوظ. بس الحمد لله قدرت ان انا هسجل اكبر عدد قدر من الفوتج النهارده. واللي خلاني فرحان النهارده قوي ان الهوملس جاي ده او الراجل اللي انا عملت معاه انترفيو على باله قد ايه هنا في البلد والكلام ده. بس الحمد لله المول اللي انا داخل عليه ده اسمه مول شابلفيلد اللي هو على اليمين ده. المول ده في براندات كتير هناك، في اكتر عدد من البراندات موجوده. اغلبيه المدينه اللي انا عايش فيها اصلا بيروح المول ده. في المول الثاني محدش بيحب قوي لان مفيش محلات لبس هناك، مفيش حاجات تخلي الشباب الصغير تروح هناك وتشتري. هي اغلبيه الناس بتروح للمول ده. لو جيت بريطانيا هنا الستور ده اسمه ويلكو ده من بيبيع حاجات زي نظام حاجات حمامات، حاجات مثلا بتخليك تروح تشتري مثلا للبيت، اكترها للبيت. حاولت انا اصور جوه جون لويس بس ما قدرتش عشان جون لويس السكيورتي او الامن هناك عالي شويه فما قدرتش اصور هناك. بس ده هي اجواء انجلترا بعد الحظر يا جدعان. وعدتكم وقلت لكم ان انا هعمل فلوجز بس ادوني فرصه بس صغيره كده والفلوجز هو شغاله وعادي. انا دلوقتي مروح وان شاء الله الفيديو ده هيكون نازل الليله، بس انتظروا في الفيديو في الفلوج دوت عشان احاول العد مقدر ان انا اترجم اكبر عدد من الفيديوز النهارده. بس لو ما عجبكوش الكونتنت بتاع النهارده عرفوني، ممكن مثلا اسافر مدينه تانية لان اغلبيه الفيديوهات عملتها في نورتش. فعلى فكره انا عايز اروح لندن، بس المشكله في لندن هنا صعبه بالنسبه لي شويه ان انا اسافر. عشان اسافر هتكون محتاج اسبوع اقل حاجه، لان مش هروح يوم واحد اصوركم الجزء صغير من المدينه وارجع تاني. لا، ده انا محتاج ان انا اسافر لندن واستكشف لندن عشان اوريكم المدينه عامله ازاي من جوه. بس اوريكم بقى ازاي وانا بعدي الشارع، اخش على الزرار وتعدي الشارع. يعني مثلا اعدي الشارع في بريطانيا لازم ادوس على الزرار ده هنا، كل العربيات هتقف دلوقتي. طبعا اليافطة دي مدينة نورتش، دي بتوديك على A11 ده عبارة عن الطريق اللي بيودينا على لندن على طول. لو انت متابعيني من زمان هو طريق طويل تقريبا حوالي 45 ميل ما بيني وما بين اللي انا اروح البيت دلوقتي. فالحمد لله
انا عايش في سنترال او وسط انجلترا، بمعنى ان انا ممكن اروح مثلا شمال، ممكن اروح جنوب، ممكن اروح مثلا وسط لندن والكلام ده. ف ده كان يوم كويس. الكنيسة دي عمرها بتاع حوالي 500 سنة. انا بلبس الماسك وبقلعه عشان في اماكن هنا لازم تكون لابس الماسك عشان تخشها. فزي ما قلت لكم الكنيسة دي عمرها بتاع حوالي 500 سنة تقريبا. انا ما اكلتش طول النهار، انا ميت من الجوع، ميت من الجوع. مش عارف بقى لما اروح هشوف هاكل ايه. الطبيعه هنا كويسه كل حاجه، بس المشكله عشان يعني تستمتع بالطبيعه هنا لازم يكون الجو كويس. يعني انت هتطلع بره بيتك وتمشي شويه هتحس بالبرد، هيجيلك برد، هيجيلك نمونيا، هيجيلك نزله شعاب معويه، هيجيلك كل الامراض بس عشان انت طلعت تتمشى شويه في الجو ده. فالنهارده كام؟ النهارده 15 مايو او 15 مايو، ولسه لابسين هوديز، لسه لابسين لبس تقيل عشان الجو مش وحش، الجو وحش سوري. فدي من الحاجات اللي انا مش بحبها ببريطانيا هنا. لو بصينا بقى للجانب الايجابي شويه للموضوع، الجو هنا في بريطانيا، الجو في بريطانيا هنا احسن بكتير من اجواء دول في اوروبا هنا. يعني مثلا الجو مثلا على سبيل المثال في روسيا برد طول السنه، it doesn't matter في which city او اي مدينه انت عايش فيها. هنا ممكن تكون مثلا السنه دي سنه استثناء شويه، يعني الجو مش كويس، بس زي ما انتم شايفين انا الطبيعه ورايا هنا بسم الله ما شاء الله. وانا عملت ريفيو امبارح عن الميكروفون اللي انا لابسه دلوقتي ده. الميكروفون ده ممكن تسمعوني من حوالي 70 متر. ف تعالى نصوره في مكان تاني ونتكلم على حاجات تانية انا برضو مش بحبها. من الحاجات اللي انا مش بحبها في بريطانيا، مش هعدهم لانهم في حاجات ما بحبهاش هنا. زي ما انتم عارفين احنا دلوقتي في الصيف، يعني الفيديو ده هينزل دلوقتي في الصيف، صيف 2021. درجة الحرارة دلوقتي 8. ده مش من عادة الصيف في بريطانيا. يعني لما الصيف بيجي بيبقى مثلا جو معتدل شوية، يعني في شوية صيف، بس مفيش هنا صيف خالص السنة دي. طول الأسبوع النهاردة أنا قلت الكلام في الفلوج بتاع امبارح، طول الأسبوع بتشتي. تاني حاجة بقى الليل، لما الليل يخش هنا ما تلاقيش أي مظاهر من مظاهر الحياة خالص. يعني تلاقي العملية خلاص فضت، سواء كان في محلات فاتحة أو ناس ماشية في الشارع. يعني مفيش أي مظاهر من مظاهر إنك تبقى Dicen que el mundo deja de girar por un momento cuando te enamoras. Dicen que el viento deja de soplar por un segundo cuando te enamoras. Si no quedamos callados, la vida siempre será la misma. Lelo, lelo. Y si bailamos pegados. شايفين الجو كان ناشف، ما كانش فيه اي موضوع اللي هو شتاء الحاجات دي. الجو بقى دلوقتي بيمطر، اضطريت البس الهودي على دماغي، ودي حاجه من اللي انا مش بحبها هنا في بريطانيا برضو. اللي على طول بتشتي، على طول بتمطر، مفيش نوع من النوع اللي انت الصيف مثلا اللي انت تبقى ماشي في الصيف ده بيبقى يطلع لك كده والشمس بتستمتع بيها. مفيش النوع اللي انت مثلا بتبقى عارف اللي انت هتطلع بره والجو هيبقى كويس. يعني لو طلعت بره ولقيت الجو كويس ده بيبقى مثلا حظك ونصيبك، غير كده مفيش. انا داخل على مكان اللي هو الناس هنا بتخرج مثلا في يوم السبت بيستمتعوا بيه والكلام ده. ف لوك ات ذات، جولة في المدينة اللي أنا عايش فيها، لأن المدينة اللي أنا عايش فيها مدينة كويسة أنا بحبها. فهعجبكم وفي نفس الوقت هستكشف أماكن جديدة. نورتش من الأماكن الجميلة جدا اللي الواحد بيحبها. يعني أنا أول ما جيت بريطانيا هنا
جيت على جريت يامث، لو انت فاكرين جريت يامث، فكان نقلت اليامث لنورتش هنا، و المحل اللي هناك ده اسمه ماس، المحل ده اسمه ماس، ده كان شكله كده كان هيتقفل، بس طبعا الاونر او صاحب المكان ده هو اللي انقذ المكان، يعني عمل حط فيه فلوس كتير عشان ينقذ المحل. تعالوا هاخدكم في مكان جديد، تعالوا نرجع احسن في المكان اللي انا جاي منه احسن بكتير. Bajo el cielo de París. من الحاجات برضو اللي انا عجباني في بريطانيا هنا ان لما مثلا ببقى قاعد في كرسي او قاعد في مكان انا لوحدي، ما حدش مثلا بيجي مثلا ايدي او مثلا يتلكك على الحاجات، هو برضو انا مش عجباني والكلام ده، في هنا شويه حريه شويه، يعني ما حدش مثلا بيقول تعالى انت ما بتقعدش هنا ما تصورش هنا الكلام ده. فدي من الحاجات اللي هي مثلا بتخليني اغلبيه الفلوجز اللي انا بعملها بتخليني مثلا ان انا ببقى قاعد ما حدش بيتكلم بيقول ايه، تفهمين؟ بس هي عيبه واحده اللي هي الجو بيشتي هنا على طول بتمطر، دي الحاجه اللي هي مخلياني ان انا اطلع من هدومي، وبرد دلوقتي مع ان انا في الصيف، يعني انا النهارده كنت ناوي ان انا اطلع بره البس صيفي، بس شفت التليفون كده قلت لا الجو النهارده ما شكله كده هيقلب على شتاء فبلاش. في طريق البيت بقى دلوقتي، اول ما دخلت العربيه زي ما انتم شايفين شتاء اشتغل، يعني انا جيت في وقت مناسب جدا يعني كمان. فكان فلوج زون توت النهارده، يا رب يكون عجبكم، واحاول اخد كام لقطه كده وانا ماشي كده بالعربيه، بس انا محتاج ان انا احط بنزين لان البنزين خلاص، يعني مفيش، العربيه بتقول لي اكلني لان انا جعان كمان. ف السلام عليكم.